أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. قال شو بده ياني احضر حصة الرياضيات؟ منيح ما حدا شافني انا عم بهرب. يدرشتوك من بين عيونك، قطعت لي النفس، جيت يخرب بيتك من حالك. ولك نحن ما عنا باب بيت عم تطبع براكين. ولك شبك امي تعبتين هلا كثير عم بقلك انه انت خترتي، ما بتصدقين. بعدين انت حالي جوعان كثير، ما راح الحق ادخل من الباب، بدخل على المطبخ مباشره. الا ما حزرت، خلي يخرب بيتك، ما حزرت. بدك تستنى ربي تجي اختك نفطر كلياتنا سوا. ليش؟ ليش ليش تستنى همي؟ ليش؟ بنفطر نحن هلا وبس تجي هي تفطر لحالها. بلا شو؟ شغالي عن كل لانه انا كل شوي حط اكل ماشي اكل. بعدين تتعال ولا شوف؟ ليه جاي بكير؟ ما هو هلا وقت صرفتك من المدرسة؟ بدي اقوم هربت من المدرسة ولاك. انا اهرب من المدرسة؟ انا ايه ما تهرب من المدرسة؟ انا ليش؟ عيب عليكي. حبيبي قرب، بصي وبصي بص. اوف هاي ايفريبادي، ها شغفك الانسة خدوش، عملنا اكل لانه جوعان انا. اسمع شوي قولي لي هات اشوف، ايش صار معك بامتحان اليوم؟ جبت 28 من 30. لسه بدنا نستنى تسألها شو قد جبتي بالامتحان، وهي توقف تفكر وتقولها شو قد جابت بالامتحان، وهي تسألها على الاسئلة، وهي ترد لها انا واقف عم بستنى جوعان. ولك جوعان؟ اطلع صيح الناس قالوا للجيران جوعان. قولك انا قلت لك تسد لابوزك الا ما قلت لك. خلص وصلت الفكرة، انا رايح اغسل لو بتعملي. وي وانت روحي غسلي ايديك الساعة قبل ما اجهز لكم الاكل. يلا هلا وقت الحفظ، العالم برا واقفة عم تلعب بالثلج، انا اروح احفظ الارض. صبيت لك كاسة كولا عشان تشربها وانت عم تحفظ مشان تشغل مخك. شو هاد؟ شبك امي؟ عم بحفظها ما في شيء. هلا انت سمي حالك بريك هيك عم تحفظ، ما في قدامك غير دفتر واحد. ولك روح شوف ابن خالتك قدامه هيك دفاتر وكتب. قولي على ابن خالتي اللي ما كنا نخلص منه. ولك امي معلش احنا ما نطلع على غيرنا، انا هلا ببلش بريك عم بحفظ هلا، لبعدين بتضايق قدامي صار جبال من كتب الدفاترات اللي هم انت. لسه بدك ياني استنى؟ طول هيك بمشي حال طاول، طولي بالك شوي. قولي وين راحت هي؟ امي استنى المصايبة وين راحت؟ يا استنى لسا مسوك حفاظ من هالدفتر كمان. يلا ولك امي هالدفتر علوم وانا امتحان رياضيات، هدول ايش دخلوا مع بعض؟ انا ما بعرف، بدك تحفظ من الكل يعني بدك تحفظ. بتعرفي لك سوسوم؟ هذا الجو ايش بده؟ ايش بده؟ ايش بده؟ ايش بده يا ريت الحال ما شفت جنس الدربان؟ بده نسكافيه؟ امي كنت بدي اقول لها انه بده نسكافيه. شو؟ نسكافيه؟ انت بدك تشربي نسكافيه؟ يخرب بيتك وانا عم بقول ليش البنت انحبلت؟ ولك النسكافيه فيها كحول. اي لا بقى امي شكله انت البرد مأثر عليك كثير، يعني نسكافيه فيها كحول؟ امي نسكافيه يعني كابتشينو. كابتشينو ماشي احفظي احفظي مراقبتك انا، يخرب بيتك احفظي. ولي بابا مين بدك؟ ولك شو مين بدي؟ بدي اياك انت، الموضوع مهم يعني. قولك يلا بابا طلع بسرعة من غير شي بوز برد بوز طابة. قولك شبك ايش بدك؟ قولك كان بدي اقولك بدي اخذ منك مصاري مشان انزل اجيب. لا كمل من غير شي، ماني طايق حالي لا مصاري ولا بطيخ. بتروح بتنقلع من خلطي بلا ما اقوم اطالع كل قهري فيك، ها؟ ولا اقولك بتروح على المطبخ بتعمل لي من كاس، هدول بتعملهم انت قهوه بحليب تكون سخنه هيك على كيفك. قولك انا قهوه وانا بطيخ، ما راح اروح من هون، عم بقول لك بدي مصاري. قولك ليش؟
ليش بدك مصاري؟ ايش بدك مصاري انت؟ قولك بدي مصاري، بدي اروح اشتري جرابات صوف طوال، هدول دفوا الاجرين. بتصدق؟ والله فكرة حلوة. روح لقد تحت بخدتي في مصاري، خدون تجيب إلي وإلك هدول جرابات الصوف الطوال، بس اوعك تجيب لأمك. ها بتعرف إذا أمي بتسمعك والله بتعمل منك صحن معكرونة سباجيتي. أنا رايح يلا. وفي عندك لوين متيسر؟ ان شاء الله شبك امي رايحة على الحمام. انا ما بصير حمام. يلا بسرعة من هون ورايح لحسين مرة واحدة بالنهار بس. صعي وين تليفونك؟ هو هنيك على الطاولة ما اخدته. ارتاحي بسرعة يلا بسرعة. التلات عدات بدك تكوني برا. هلا وقت الحفظ مو وقت الحمامات. وقفت لك كل شو بدك تطوري. يلا بسرعة. قولك الله يخرب بيت الدراسة ويخرب بيت البكالوريا والساعة اللي فكرت ادخل فيها. لك ايش هالصوت هاد؟ طفي تليفونك يا حرمي، طفي تليفونك والبوم بطلقك. قولك هاد مو تليفوني، هاد تليفون عبادة. بعدين قوم انت خلي طفي، انا ببوظة. قولك قومي يا حرمي، ليش هتسمعي كلمة؟ قومي طفي التليفون. انا ما صدقت اليوم اخذ اجازة مشان انام الظهر، افي قبل شحاد وبدا. قومي يا حرمي. مالي قايمة يعني مالي قايمة؟ مو بدك تطلق؟ طلق. ما رح اقوم. قولك يلا يا زفت قوم تأخرنا. انا رايحة هاي فياتك، شو بتقول ايش ما فياتيني؟ اف يا الله، قولك بيدي بروح الله بتلج على المدرسة هاي. اف وانت لسه بترن. خلاص فاصلة نومي، 9 صباحنا خلاص. قومي يا حرمي، قومي عملنا فطور نفطر. قومي. ولك اينا فطور؟ اينا فطور مفطور؟ مين بفطر بالشتاء؟ ما بحد يفطر بالشتاء طاولك، انت بتعرف؟ ايش بدنا نقضي نهارنا بدون اكل نحن يعني؟ قلت لك ما حدا بفطر بالشتاء، دبر حالك وعيفني انام بقى. ماشي يا ام عبادة، إذا ما بتجوز عليك ام تحسين وبطلقك ما بكون أنا. دبر بالعزة أنت وياها. عبادة اختك ليش دخلت كل هاد؟ روح طلع دوار عليها. لك امي هلا بتجي وين بدي اطلع دوار عليها بالثلج بهالبرد؟ شو قد تاخرت يعني؟ قولك الساعة هلا 1:05 لازم الوحدة تكون هون. يعني انت هلا عندك كل هالقصة كرمال 5 دقايق بس؟ بدك تروح اللي اخليك تروح باسلوبي ما بوجي. خلاص رحت ولك رحت. ما في غيري بهالبيت رح اتاخر روحي دوار عليك. بتعرفي لك ام عبادة؟ لا والله ما بعرف. شو؟ والله كان بدي اطلب منك شغلة بس خجلان شوي. خجلان؟ ولو قول ام عبادة قول. كان بدي منك شغلة بثلاث حروف. والله ما فهمت ام عبادة، وضح لي اكثر. قولك ام عبادة عم بقول لك ثلاث حروف ركزي. قولك ايه هلا فهمت اكيد موافقة. اصلا الشتاء ما بصير بدون حضن. انت قصدك حضن مو بتاع ايش عبرتي استراسي؟ حضن من غير شيء. انا بتجوزك كرمال ولاد غصب عني. قومي يا حرمي على المطبخ، قومي اعملي لي شوربة العدس. عدس شو؟ عدس هلا حدطلع معك عدس. وانا قلت حالي زاق على دمه بلش يحبني. خرب بيتك مالي قايمة موزة. قومي انت اعمله ما بدي اقوم. الحقوا مصيبة. ايش في؟ خدوش اتخانقت مع وحده من رفقاته، مسكت عصاي حديد وخبطها فيي على راسها، والبنت هلا بالعنايه المشدده. شو؟ عنايه مشدده؟ اكلنا كنادر.
Thank you.